لازم تاخد البصمه دي الكبسه. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. مقادير الكبسه بالخضار بالطعم العربي الخليجي. معانا الحبهان، معانا الورق اللورو، معانا القرنفل، معانا الدرسين اللي هي القرفه، معانا اللومي، كل ده مع بعض اساسي. ما ننساش الجنزبيل البودر او طازه، يا ريت افضل، والرز البسمتي، بطاطس، كوسه، جزر، بتنجان، ابو خد الجميل الحلو ده في القلب. طبعا الكبسه هيبقى شكله حلو. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا كده، مش هتاخد مننا وقت لان مفيش لحمه نسلقها ولا فراخ ولا حاجه. معانا طاسه على النار شديده الحراره، وتعالوا نشوفوا نعمل ازاي الكبسه بالخضار. ولكن لما نتكلم عن الكبسه خلونا كده ناخد فرصتنا شويه في الكبسه بالذات، المدارس المختلفه في الكبسه. الاول هم سموها كبسه ليه؟ علشان اللحمه او الفراخ بعد ما بيستوي بيتكبس في قلب الرز، لازم يبقى يعني الرز يبقى اللحمه او الدجاج غرقان رز، والرز ماسك في اللحمه او الفراخ، لان طبعا تبقى نسبه دهون كمان ايه حلوه فيه. السمنه كده تتحمر بالشكل ده كده، انزل بالتوابل العربيه لان مفيش لحمه عندي هنا، مش هسلق لحمه يعني، مفيش وقت ان التوابل دي تطلع الايه الفليفر بتاعها والعضلات بتاعتها. فهحمرها كده في السمنه البلدي مع الورق اللورا بتاعنا الحلو ده كده، واللومي، معانا بصلايه ناعمه، العب دول كده مع خلاص. هي الكبسه خلصت، هي دي التركايه اهي. تاني عملت ايه يا شيف؟ الطعم اهو، معلقه سمنه، نزلنا بالبهارات العربيه اللي هي عنوان المطبخ العربي الخليجي، اللي هو اللومي، الليمون الجاف، القرفه، الدارسين، الحبان، الهيل، القرنفل، المسمار، كل دول مع بعض مع البصل الناعم، ونشوحهم كده ياخد طعم التوابل العربيه. هو ده الكلام. حلوه على البصله ما تتحمر وتاخد شخصيتها في قلب التوابل. نشوف احنا هنقطع الخضار ازاي في قلب الكبسه، ده الطبيعي. معانا كوسه، معانا جزر، ومعانا كمان يا عم الشيف من طبعا شايفين يا اولاد، ومعانا كمان البطاطس بتاعتنا اللطيفه الحلوه. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي الخضار بتاعنا هيستوي في قلب الكبسه. معانا بطاطس اهي بتاخد وقت كبير في السوى، تتقطع بالشكل ده كده، ولازم طبعا تكون كبيره بالشكل ده كده، بتنزل في قلب الحله. عايزاها بالطماطم هنحط طماطم، ولكن انا شخصيا الكبسه بالخضار ما بحبش احط فيها عصير طماطم. ليه يا شيف مغازي؟ علشان يبان جمال الخضار بالوانه. لو حطيت انا طماطم هتبقى الكبسه كلها لونها احمر، والخضار طبعا اللون الاحمر هيغلب عليه، ده الطبيعي. ادي البطاطس في قلب الخلطه اهو، معانا جزر يتقطع برده بالشكل ده كده، وسكينتك تكون حاميه اهو. لما تيجي تقطعي الجزر في عمليه السوى لازم يكون رفيع علشان يستوي بسرعه. الجزر في قلبيها، شايف الجو ده كده حلو قوي اهو. ومعانا بتنجان ابيض واسود، نمسك البتنجانيه كده من النص تنزل كده. مخرجنا الجميل نجيب الحلة المية اللي بتغلى على النار، حاطط فيها بصلاية، حاطط فيها فص توم حلو، حاطط فيها جنزبيل، بتستوي على النار، اللي هي الشوربة بتاعتي اللي أنا هساوي بيها الكبسة. مش لازم يكون عندك شوربة فراخ أو شوربة لحمة، لما تبقى كبسة فيجيتيريان بالخضار تبقى بالخضار، إنما لو حطينا شوربة فراخ أو شوربة لحمة تبقى استفدنا إيه؟ ما هي كده فيها طعم الفراخ وطعم اللحمة. حلو؟ ألوان البتنجان الحلوة في قلب الكبسة بتزيد من شخصيتها اهو، اللون الاسود حلو ده كده مع الخضار. سؤال حلو قوي. البتنجان ده كده وابو خد الجميل الحلو ده كده. اللون الاحمر اللي في الشوربه ده اللي هي التوابل بتاعتنا بعد ما غليت في الميه ادتني اللون الحلو ده كده. وابو خد جميل، عارف مين ابو خد جميل يا شفيق؟ البتنجانه الحلوه اللي انت شايفها دي كده، هو ده. هنقلب كل ده مع بعضه اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده. هي دي اللحمه بتاعتنا النهارده. شفت الحله لها شخصيتها ازاي؟
فيها كل انواع الخضار من خير ارضنا، بصلايه لها شخصيتها مع توابلها العربيه اهو بالشكل ده كده، ونحط شويه الملح بتوعنا، الفلفل الاسود اهو. خلصت الكبسه. الرز اخر حاجه بنضيفه. انا بحب الكركم مع الخضار، شويه كمون، شويه كركم. بقت كبسه، نقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. ولكن في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لحضراتكم دلوقتي. ايه هي بقى؟ الرز لو انا حطيته مع الخضار بالشكل ده كده، الرز ممكن ما يكملش سواه والخضار ده يتهري. فاعمل ايه بقى التركيه؟ هخلي الخضار ده كده واغطيه مع حضراتكم كده حالا، والخبره الطهويه هنا بتقوم بدورها. هاخد الرز البسماتي بتاعنا ده كده، تعالى يا حلو يا جميل، وفي قلب الشوربه اللي بتغلى على النار دي، مش شوربة فراخ ولا شوربة لحمة ولا شوربة سمك، دي فيجيتيريان بوكي جارنيه، جزراية بصلاية تومية، البهارات بتاعتنا. فالشوربة بقى لونها بالشكل ده كده. هناخد الرز البسمتي نحله شوية في الشوربة دي. يعني ايه نحله يا شيف؟ يعني غلوة التانية يكون في وسط الخضار. حلو الكلام؟ اه بالشكل ده كده. اه ولكن ما ينفعش ان انا اسلق الرز في مية عادية، لازم حبات الرز تاخد الطعم بتاع الخضار. اه زي الفل. نقلب الرز ده كده. كده انت عملت النهارده كبسه بالخضار، مش لازم كبسه باللحمه الضاني وكبسه بالفراخ والجو اللي احنا عارفينه ده كده. اي نعم ناكلها وكل حاجه، ما قلتش حاجه، ولكن عايزين في يوم مثلا من ايام الاسبوع يبقى خضار. اه بالشكل ده كده الرز اهو جاهز. اعمل ايه يا عم الشيف؟ اشيل الخضار بتاعنا ده كده. الخضار هنا اتحمر اتشوح مع التوابل مع البصلايه بالشكل ده كده. ده عود نعناع محترم. التوم بتاعنا هنا له شخصيته، هنضيفه بالشكل ده كده. ركزي بقى في التركايه والمعلومه، اهو ينزل زي ما هو كده. اه ما حمرتش التوم ليه يا شيف مع البصله؟ هنا شخصيته اقوى من ان انا احمره. هناخد الرز البسماتي بتاعنا الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. من النهارده خليها كبسه بالخضار. اه والرز بتاعنا ناخده كده زي ما هو كده. اه الله عليك يا شيف. اه 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 تاني. اه وانا شغال. اه خلي بالك انا هزود من الشوربه اللي عندي دي، بس انا باخد الرز كده بعرفه على تشكيله من الخضار، جزر، بصل، كوسه، تلات انواع من البتنجان، عمهم ابو خدي جميل، بطاطس. آه. زي الفل يا عم الشيف. نقلب دول مع بعض. التوم الني هنا بقى هو اللي هيدي للكبسه دي شخصيتها. الله. ونقلب واتاكد ان في مزيج ما بين الرز البسمتي وتشكيله من الخضار، بهارات عربيه، عنوان المطبخ العربي الاصيل الجميل الحلو. اي مطبخ له عنوان، اي مطبخ في كل البلاد له عنوان. عنوانه ايه يا شيف؟ ربنا سبحانه وتعالى عادل ما بين البشر وبعضها. الفراخ واحد، اللحمه واحد، السمك واحد، مع اختلاف الاشكال او الالوان يعني. حلو الكلام؟ اه. ولكن التوابل والبهارات هي اللي بتنقلك من مطبخ لمطبخ، هي عنوان المطبخ. دايما اقول كده، عايز تروح للمطبخ العربي اللي احنا فيه دلوقتي، التوابل العربيه الحلوه. اه 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 مطبخ صيني يعني صويا صوص. اه مطبخ ياباني يعني زيت السمسم والصويا صوص برضو. وبعد التوابل البسيطة كده تمام زي الفل. خلي بالك الخضار هنا فيه سوائل، فتحط في الاعتبار ان السائل بتاعك او المية بتاعة الكبسة هنا اللي انت بتحطيها على الكبسة
سواء شوربه سواء ميه تكون قليله معيار الرز. تاني المعلومه دي يا شيف مغازي عشان نفهمها، عشان الكبسه دي ما تعجلش مننا. الكبسه بتاعتي بالخضار، فعيار الرز البسمتي بيختلف هنا. لو احنا بنعملها باللحمه او بالفراخ احنا معانا شوربه، ولكن بالخضار معانا تشكيله من الخضار، والخضار هنا فيه سوائل، فحط في الاعتبار ان السائل بتاع الخضار ده هيدينا شويه بالشكل ده كده. سيبونا اقلب الكبسه بالوانها الحلوه وباشكالها الحلوه وبالشكل اللي يفتح النفس بالوان الخضار من خير ارضنا، والطعم والفليفر من المطبخ العربي، والتركية بتاعت المغازي فص التوم او فصين ثلاثه توم مطحونين ناعمين ونازلين نيين في قلب الكبسه. جرب الموضوع ده. هناخد بعدين نطلع فصل صغير ونرجع لنوع من انواع الفراخ مشهور جدا في بعض المطاعم اللي هو التشيكن سويت اند ساور. الاطفال الاولاد بيحبوه، يحبوا ياكلوه بره. تعالي اعملي لي ولادك النهارده بطريقه سهله وبسيطه، او هتروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا عاشق للرز لما يخش جوه حبايه البتنجان، يخش جوه حبايه الكوسه، يجاور البطاطس والجزر. طب ليه يا شيف ما قلتش البطاطس والجزر؟ لان هنا البتنجان الالياف بتاعته جميله جدا، لما بيستوي الالياف دي بتضعف، يقوم حبات الرز فين؟ تهرب جوه هي والكوسه. اما الجزر والبطاطس الموضوع مختلف، حبات الرز بتلزق في الشكل الخارجي ليها. احنا بنسيبها على نار هاديه كده، انسجام ما بين تشكيله من الخضار في ليفر وطعم، خبره طهويه لعمل كبسه بالخضار بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عايزها بالطماطم، زي ما قلت لحضراتكم لو احنا عملناها بالطماطم هتبقى زي الفل، مش هتقول لا، ولكن الطماطم بتلغي الوان وجمال الخضار بتاعنا اللي انا عامله. حلو قوي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن مهم جدا، زي العامل في المصنع، المهندس في مكتبه، الدكتور في عيادته، المخرج في الاستوديو بتاعه، يبقى له انتاج. الانتاج بتاعنا في التايم اللي شفناه مع بعض كبسه على النار جاهزه للغرف. الفراخ بتاعتنا سويت اند صور، الفراخ لها تحميره لطيفه جميله. السر هنا بعد ما صفيت الزيت في الفاصل علشان المصداقية، نزلت بمكعب زبدة صغير. مكعب زبدة في قلب الفراخ بيدي الشكل البرونزي اللي حضراتكم شايفينه، ومكعب زبدة تاني نزلت بيه على السويت اند صور اللي انا هنزل عليه بالنشا والحليب، بالنشا والمية. لازم نفهم التفاصيل دي مهمة جدا. انا مش بسيب ثغرة الا لما بتكلم عنها. شايفين الفراخ اهي اللون ده؟ نعم. تاكلها كده؟ هي حلوه بيني وبينك، انا بحبها كده برضو يعني، رشه ملح ورشه فلفل كده بقى ايه فله. بس خلينا بقى نجود الموضوع علشان في دلوقتي هوسه اكل بره، كلنا بنحب ناكل بره والاكل والطعم بره. فانا عايزك تعملي الاكلات اللي بأولادك بيحبوها بره تعملها في البيت، منها الشاورما، منها السويت اند صور اذا كان فراخ ولا لحمه، منها سندوتشات الكبده، الحاجات الجميله الحلوه اللي الاولاد بيحبوها. انا معايا كبسه هغرفها دلوقتي. اللهم صل على النبي. هو ده دايما، انا عارفك بتحب الحاجات الحلوه دي. زيزو. جزر، بطاطس، كوسه، بتنجان خد وجميل، يعني اللون الحلو بيبقى لون الايه، دم الغزال مع الاسود. والبتنجان الاسود سيد الموقف هنا، التوابل العربية. الله على البطاطس الحلوة اللي طالعة دي كده وهي غرقانة بالرز، والبتنجان جواه حبات الرز اللي واخدة البهارات العربية. شايفة الجو ده كده؟ صدقوني بجد، أنا لو قدام الكبسة دي هاكل الخضار بصراحة وأسيب الرز، بس حبات الرز اللي هتطلع مع الخضار مش هسيبها، بالعكس ده أنا هتحجج لها وأكلها. ألف هنا وشفا، ألف أنا وشفا.
حاضر روالك عليه عينيا. طبعا اللي بيعمل حاجه حلوه بيلبس طقم جديد بيروع عليه، بيبقى طقم بقى كل حاجه، الشراب الشوز الحاجات دي كلها طبيعي. يعني كبسه زي دي كده ايه الترويج اللي عليها يا عم الشيف؟ هي الخضار لوحده كده برزنتيشن، خضار لوحده عامل برزنتيشن. انا هسمع حضراتكم دلوقتي صوت، الصوت ده دايما يقول لك قلب الصغير لا يتحمل، هنا بقى قلب الكبير لا يتحمل. اسمع الصوت ده كده، اسمع الصوت ده كده معايا، الصوت ده جامد. ها ناخد الفراخ دي كده اهي زي ما هي كده اهو، ومعانا السويت اند صور بتاعنا اهو، النشا يلا اهو.